اختتمت مساء الأربعاء مباراة الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دور أبطال أوروبا، وشهدت الجولة الافتتاحية للتشامبيونز ليج تسجيل 44 هدفا في 16 مباراة لعبت على مدار اليومين الماضيين. ولعل الأرقام تبرهن على نجاح الجولة بكل المقاييس، حيث أن أعرق البطولة الأوروبية دائما ما تحمل في طياتها الكثير من الخبايا والمفاجآت. ففي المجموعة الخامسة اقترب برشلونة من المرور إلى الدور القادم بعد فوزه على باتي بوريسوف البيلاروسي بثلاثية نظيفة على ملعب الكامب نو. من جهته نجح ذئاب روما في الفوز على الضيف الألماني باير ليفركوزن بثلاثة أهداف لهدفين. أما المجموعة السابعة فنجح المدرب البرتغالي جوزي مورينيو بتقليل الضغوطات المفروضة عليه من الجماهير ووسائل الإعلام، بعدما اصطاد دينامو كييف الأوكراني على ملعب ستانفورد بريدج بهدفين لواحد ليحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط خلف المتصدر بورتو ب10 نقاط. فهل سيعود أسود لندن إلى مكانتهم الطبيعية أم ستكون مقصلة الإقالة بانتظار مورينيو؟ على ملعب الأليانز أرينا استمتع عشاق النادي البافاري بسيمفونية الخماسية التي اعتاد لاعبي بايرن ميونخ على عزفها أمام الفرق الكبيرة هذا الموسم، وأمطر شباك الأرسنال ب5 أهداف لـ1 في مباراة ثأرية بعدما أوقف المدفعجية بقيادة بيتر تشيك سلسلة انتصارات بايرن ميونخ في مباراة الذهاب على ملعب الإمارات. وفي نفس المجموعة حسم أولمبياكوس موقع أثينا عبر تخطيه الضيف دينامو زاغريب ب2-2. أما موقعة فالنسيا مع جينت فقد انتهت لصالح هذا الأخير بهدف يتيم، صعب مهمة فالنسيا أكثر في المرور إلى الدور المقبل. في جولة حملت العديد من الأهداف والإثارة عودتنا عليها صاحبة الأذنين،